تشوفوا لي على هالقالب الجاتو اللي ما بيرحم بطريقة سهلة وبسيطة وما ممكن انه ما يزبط معك. خلونا نروح نشوف كيف ساوينا. هلا يا اخوان، اول شي منجيب لنا هيك شي بشكير منحطه تحت هالطنجرة تبعنا كرمال ما نضوج كتير. منجيب 4 بيضات من درجة حرارة الجو والغرفة، يعني اذا بيضات بالبراد لازم نطالعون قبل بساعتين ثلاثة كرمال يكونوا مدافين، يعني بس ما يكونوا باردين. اذا باردين تفشل الطبخة تبعنا، صاينوا طبخة لك عمي، بيفشل قالب الجاتو. تمام، مع البيضات لازم نحط رشة ملح، يعني نص معلقة صغيرة. هاي رشة الملح شو بتساوي؟ هاي بتخلي البيض يمسك يعني ويشد شوي، ما بتخليه كتير يهبط وما ينفوش، هي ما له علاقة بالنفشة. ومنجيب الخلاط تبعنا لازم نضل نخفون ليطلع لون رغوة. هلا يا اخواني بعد ما خفقناهم هيك بهذا الشكل وصاروا عنا بشكل البيضات مع الملح رغوة وكريمة، يعني الخفاقة لازم تكون جيدة، وإذا خفاقة يدوية لازم تكون ضرب قوية. وأنا ما بدي عقدكم تبع حط البيض لحال وصفار البيض لحال والبياض البيض لحال، لا حطوهم كلهم سوا، بدي طريقة سهلة وينجح معكم 100% لأنه حاعطيكم الأسرار 100%. أنا عندي كاستين سكر من الكاسة المعتادة تبعنا 200 ميلي. تمام، هلا اذا بتحبوا سكره وسط انتم فيكم تحطوا كاسه ونص سكر، واذا مثلي بتحبوا سكره يعني جيد النكهه الحلاوه فيها ظاهره حطوا كاستين. تمام اخواني، عندنا 3/4 كاسه زيت كمان بننزلها معهم فورا ومنبلش خلط. هلا هيك بعد ما انخلطوا مزبوط 100%، يعني كل انا مرة عم بخلط فيها تقريبا 5 دقائق، يعني بهي المرحلة فينا نخفق. تمام، فهلا عنا ظرف فانيليا، كذلك الامر عنا معلقة خل كبيرة، كمان هي الخل بتروح زنخة البيض وبتساعد بالنفشة، وعنا كاسة ونص حليب بخاري عادي. طبعا انتو اذا بدكم اياها بشكل اجسام ضيفوا عليها معلقتين كبار لبن، واذا بدكم كمان منكهات فيكم تبرشوا شوية ليمون، قشرة ليمون، قشرة بردقان، وكمان ضيفوها. انا كافي بنكهة الفانيليا مع شوية خل وحليب. هلا اخواني خلصنا من هاي، خلص دورة. طبعا انا كمان لما حطيت البيض الحليب كمان الحليب كان بارد بالبراد، طلعته وسخنته شوي جبته، طبعا ما حطيته سخن، خليته يعتدل الحرارة تبعه يصير كأنه محطوط برا. فيكم تطلعوا قبل بساعتين من البراد، وفيكم كمان انتو تدفوا هيك شي بسيط. تمام، لانه اذا بارد كمان رح ينضرب الجاتو او الكيك معنا. بنجيب اي شغلة، طبعا عنا هون هلا ظرف بيكن بودر، بيكنج بودر هو اللي بيساعد على نهضة قالب الجاتو بالفرن. منجيب اي منخل او مصفاية او اي شيء، وعندنا 3 كاسات طحين من نفس الكاسة اللي عيرنا فيها، منبلش ننخلون، وعندنا 3/4 الكاسة نشا، طبعا النشا هو ناعم ما بده نخل، بس هيك كرمالكم كرمال صحتكم كمان حننخله. وهيك خالصين. هلا صار دور شو يا غوالي؟ المضرب تبعنا. هلا هون ما عاد بدها خفق ابدا، بس تحريك. ناخذ هيك ونبلش نحرك بهذا الشكل. هلا اخواني حركناهم لوصلوا معنا هيك لهذا القوام، هيك صاروا جاهزين. شلناهم. هلا بدنا نعرف شلون السر اللي نحن بالمحلات الكيك او الجاتو ما بيلزق معنا. السر يا هو انه بندهن القالب تبعنا زبدة. تمام اخواني، بهذا الشكل لازم ندهنه نعبيه يعني زبدة مزبوط، مو انه والله شي طبقة خفيفة، لا دهنه واسخه. هلا شايفين هيك اخواني بعد ما غرقناه هيك زبدة اخواني بهذا الشكل، بعدين بنجيب الطحين وبدنا نرشه رش يعني هيك بهذا الشكل، ها نعبيه هيك طحين.
شايفين اخواني شلون عبيته طحين بهذا الشكل؟ تمام اخواني، نعمل له شو القلبة والنفضة العجيبة. هلا صار هيك زبدة وطحين. هلا يا اخواني منجيب الخليط تبعنا، نعمل له هيك قلبة صغيرة. يا سلام لساته على حاله. امسك هيك ومنبلش تنزيل. يا سلام. هلا هيك يا اخواني بعد ما عبيناه منجيب هيك عشان ما ندجدج على الجيران، نعمل له هيك كم دجة خفيفة لينزل. ولازم نجيب اي عود موجود عنا او شوكة او معلقة او اي شي سكينة منرقها هيك، عشان اذا في اي فقاعة هيك هوا بقلبه كبيرة تطلع لفوق. شايفين بهذا الشكل. لا حدا يقول لي ما زبط وزبط ولزق معي وما لزق. انتو اتبعوا هي التعليمات وما عليكم، تاخذوا نتيجة 100%. هلا يا اخواني انا مشغل فرني من قبل ما بلش على حرارة 150-160، مشغله بس تحت. يلي بفرنه مروحة خفيفة عادي شغلها، اذا المروحة كتير قوية ممكن تهبطه للجاتو فلا تشغلوها. انا ما في عندي خيار غير شغل مروحة، لانه عندي تحت مروحة. شوفوا لي وين حنزله الرف، يلي اخر رف من تحت. تمام، بحط عليه، نزله هيك بالوسط وبسكر عليه بسرعة ما بدي تروح الحرارة. تمام اخواني، وهلأ خلونا نحكي كلمتين مفيدات على السريع. الجاتو هون السر بالفرن، هو سر الجاتو انهبط النفش ان كل شيء. تمام، شغلنا حرارة 150-160 بتصل لل 180. الجاتو اللي عندي انا القالب كبير شوي، تقريبا 20 سنتي ب10 سنتي ارتفاع، فبدنا نخليه الحرارة وسطية كرمال يستوي من جوا. شغلنا 160 من تحت بس لينهض وينفوش ويبلش يستوي، بنطفي تحت وبنشغل فوق من دون ما نفتح. عنا 40 دقيقة 45 دقيقة ما بنفتح باب الفرن نهائيا. متى ما فتح باب الفرن عمل بيو وراح القالب الجاتو تبعنا. هي هي موضوع السر، المواد تكون مو باردة، تكون دافية لما نحطها مثل البيض والحليب، والفرن ممنوع ينفتح يا اخواني. هلا اخواني صلوا بالفرن تقريبا عنا 45 دقيقة، تقريبا اخر 10 دقائق انا طفيت تحت وشغلت فوق. بنجي هيك بنفتح باب الفرن بهي الطريقة هيك شوي بسيطة. ها تمام، ومنلك هذا العود تبعنا هيك لجوا وبنسحبه وبنطلع. شايفين طلع نظيف ما في عليه شيء. متى ما طلع هيك معناته القالب تبعنا مستوي من جوا 100% وما في عليه اي ترتيب. نطفي هلا هيك الفرن تبعنا. تمام اخواني، وبنتركه تقريبا 10 دقائق هيك ليبرد، بعدين بنفتح الباب 10 دقائق وبنتركه ليبرد. هيك القالب تبعنا برد شوي، بنجيبه. يا سلام، خلينا عشان يبرد هيك اكثر واكثر نعمل له القلبة العجيبة. يا سلام، شايفين اخواني نزلة واحدة، نزلة طلع مثل ما هو. على جماعة الخير، الجسم كل يوم او يومين بيحتاج له لقطعة او قطعتين جاتو، فخلونا هيك نقسم لكم هالقطعة بهالقطعتين ونشوف شو طلع معنا. بسم الله. يا سلام على النغم. يا عين، طبعا لسه انا ما بردته مزبوط لانه ما في قلب استناه ليبرد. شوفولي على هالقطعة هيك اللي ما بترحم. يا سلام، هي اذا بتنزلها لضيف بيطير عقله، فكيف نحنا لما نعملها هيك؟ يا سلام، نغمسها هيك بالصوص نقلع على المعدة. نغم يا جماعة نغم.
بنصح الكل يجربوها، وإذا عجبتكم الوصفة كتبولنا من التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وعلى اليوتيوب بصفحتنا على الفيسبوك. فكان معكم الشيف بلال، سلام.